تستقطب تربية النحل وإنتاج العسل العديد من المربين هنا بولاية بشار، حيث تشهد هذه الشعبة إقبالا كبيرا لما تحققه من ربح وفير، فالعسل يجمع بين الغذاء والدواء. هذا المشروع عنده فائدة كبيرة في الولاية هذه، انه فات يعني تجربة وناجحة وغطاوا السوق بالمادة هذه. عندنا احسن عسل اللي هو العسل تاع السدرة، مشهور دواء اكل في كل شيء، لان علاش عندنا السدرة تقريبا عندها لي 4 سيزون، هذوك 4 فصول عنده العسل، بصح احنا عندنا احسن عسل وهو السدرة. التكوين والمرافقة هو الآلية الوحيدة التي من شأنها تكوين مربي النحل، ولعوامل مناخية يتصدرها الجفاف وانعدام الرطوبة تساهم خلايا النحل في زيادة هذا المنتوج الزراعي. استفادت ولاية بشار من 870 وحدة لتربية النحل، ونحن درنا على 3 طرونش يعني 3 مراحل للتوزيع، وزعنا أن الآن في المرحلة الثالثة. شاركنا معه، دينا صناديق، والحمد لله هذا العام دينا منه إنتاج، سيرتو منين يكون في منطقة تقريبا قريبة للجبل والرعاوية، فيه نبات اللي يتأقلم معاه ويعيش فيه مليح. ويبقى الاستثمار في هذا المجال من شأنه أن يساهم إلى حد كبير في التنمية الاقتصادية المستدامة، سواء المحلية منها أو الوطنية.